السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، ونتمنى هذا الفيديو ديالي يوصلكم في احوال جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه ماما هنيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله كيف ما شفتوا معايا في الصور، غدا نوجد معكم واحد ملوي ولا مسمن على الطريقه التركيه بواحد الحشوه اللي تجي رائعه ولذيذه. وندوزوا على بركه الله للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غدا نبدا بها ان شاء الله وهي العجينه. غدا نحضر معكم العجينه باش نخليها ترتاح، وندوز ان شاء الله باش نحضروا الحشوه. بالنسبه للعجينه غادي نحتاجوا 3 ديال الكيسان ديال الفورص ولا الدقيق الابيض. انا عبرت هنايا بالكاس ديال العنبه. وغادي نزيد عليهم ان شاء الله واحد جوج كيسان ديال الفينو ولا السميد الناعم. وغادا ندير الملح. بالنسبه للملح راه تتبقى على حسب الذوق. انا درت هنايا واحد جد معلقه صغيره مع مراج ديال الملحه، وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده ولا سكر حبيبات، وعندي واحد المعلقه صغيره مع مراج ديال الخميره ديال الخبز، وعندي هنايا واحد نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه ولا بيكن باودر كما تيقولوا لها الاخوان. صافي، وغادي نعجن العجينه بالماء دافي، ماشي الماء سخون، غير الماء دافي. ومن بعد ما جمعت العجينه غدا ندوز دابا ان شاء الله باش غدا ندلكها. خاصها تكون شويه مطلوقه هاد العجينه ديال هاد الملوي، ما تكونش قاصحه. المهم غدا ندلكها ونرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد ما دلكت العجينه كيف ما شفتوا معايا غدا نخليها ترتاح واحد الساعه. هذه الا كنتو مزروبين بها تخليوها ترتاح واحد الساعه وباش تطلق لكم مزيان وساعدكم في الخدمه. ما كنتوش مزروبين بها وبغيتو تخليوها تبات، ما ديروش خميره ديال الخبز، تكتفيو غير بالخميره ديال الحلوه. صافي، وخليوها ليله كامله حتى الغد حتى النهار الاخر عاد فاش خدموا بها تجي حسن. انا دابا غدا نخليها ترتاح غير واحد الساعه ونرجع معكم ان شاء الله باش نحضروا الحشوه ونكمل. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه انت تشوفوا معايا انتو تتولي رطبه، غدا ندوز دابا ان شاء الله باش غدا نشكلها على شكل كويرات ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما نشكلها. من بعد ما شكلت العجينه كامله اللي كانت عندي، دابا غدا ندهن هاد الكرات اللي عندي، غدا ندهنهم بالزيت ونخليهم يرتاحوا مزيان ورجع معكم ان شاء الله. وبالنسبه للحشوه ان شاء الله غادي نحتاجوا فيها
عندي هنايا واحد البصله اللي شلطتها بحال هكا رقيقه، بغيتو تقطعوها غير على شكل طولي قطعوها، المهم انا قطعتها بحال هكا مشلضه رقيقه. وعندي هنايا واحد نص فلفله حمراء حتى هي قطعتها رقيقه، وعندي واحد نص فلفله خضراء حتى هي مقطعه رقيقه، وعندي هنايا الزيتون مقطع، وعندي هنايا المعدنوس. بالنسبه للمعدنوس ديروا واحد الكميه اللي تكون كثيره شويه، وعندي واحد العلبه ديال الطون خليت فيها شويه الزيت ما صفيتهاش مزيان بهذا من الزيت ديالها. وبالنسبه للتوابل ولا العطريه اللي غادي نحتاجو في هذه الحشوه، عندي هنايا الحار، وعندي الملح على حسب الذوق، المهم الا درتو الطون ما تقويش الملح، رانتوما عارفين الطون سيكون فيه الملح. وعندي هنايا البزار، وعندي هنايا التحميره ولا البابريكا، وعندي هنايا الكمون. بالنسبه للحار حاولوا تكثروا واحد شويه، واللي ما تيعجبوش الحار ما يديروش، تتبغي هذه الحشوه تجي حاره. صافي وغادي نخلط هاد المكونات اللي عندي مزيان ونرجع معاكم ان شاء الله. ومن بعد ما خلطت هاد المكونات اللي عندي مزيان، انا هاد الحشوه ما غاداش نطيبها، غادي نديرها بحال هكا خضره. لا بغيتوا طيبوها طيبوها واحد شويه، قليوها واحد شويه في الزيت ولا الزبده ولا زيت زيتون. بالنسبه ليا انا غادي نخليها بحال هكا خضره، وتنتمنى تجربوها بحال هكا خضره تجي رائعه وتجي فيها واحد اللذه زوينه بزاف. ومن بعد ما ترخفوا ليا الكرات خليتهم ترخفوا مزيان، دابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نشكلهم معاكم. غادي نحتاج باش غادي نشكلوهم، عندي هنايا الزيت، وعندي الزيت اللي خلطته هو والزبده. الا بغيتوا تذوبوا الزبده ذوبوها وما تخلطوهاش مع الزيت. وعندي هنايا الفينو ولا السميد الناعم اللي غادي نخلط معاه داكشي اللي بقى ليا من هذيك الخماره ديال الحلوه. بسم الله على بركه الله. غادي ندير بعدا الزيت في هنايا في سطح العمل، وغادي ناخذ كره اللي غادي نسرحها مزيان، ومن بعد ما سرحت هاد الكره مزيان كيف ما شفتوا معايا حتى يولي يبان لكم بحال هكا سطح العمل، غادي ندوز دابا ان شاء الله باش غادي نسرح كره واحده اخرى. غادي نحاول ندير ثلاثه ديال الكرات واحده فوق واحده، المهم هانتوما معايا باش تشوفوا الطريقه. ودابا غادي ناخذ الزبده اللي غادي ندهن بها هاد الكره، وغادي نرش بشويه ديال الفينو اللي خلطته كيف ما قلت لكم مع الخميره اللي بقات ليا، وغادي نهز هاد الكره اللي سرحت وغادي نديرها فوق هادي.
ودابا غادي ندوز باش نسرح الكره الثالثه اللي غادي ندير فوق من هادو، نسرحها ونرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد ما سرحت الكره الثالثه غادي ندهن هاد العجينه اللي عندي، هاد الكره ندهنها بالزبده كيف ما دهنت في الاول. كيف ما شفتوا معايا تجي واحد العجينه اللي مطلوقه، وتجي واحد العجينه اللي دغيا تتسرح ما تتعذبناش. وهذا الرش الثاني بالفينو، طريقه اللي سهله. وغادي نحاول نهز هاد الكره ونديرها ثاني فوق هادو. ودابا من بعد ما سرحت الكرات كيف ما شفتوا معايا غدا ندير ليهم الحشوه. انا هنايا في هذه الحشوه راه عاود زدت واحد نص فلفله حمراء وزدت نص فلفله خضراء. ودابا من بعد ما سرحت الحشوه غدا نحاول نقطع هاد العجينه بحال هكا بالقطعه ديال البيتزا ولا بالموس بحال هكا على هاد الشكل. جيبوها حاولوا تجيبوها بحال هكا حتى لهنا حتى للوسط. وغادي نشدو هاد الجهه غادي نبنيوها بحال هكا. سمحوا لي جات بعيده على الكاميرا. المهم ملي طويته كامله بحال هكا دورتها طويته، هاد الجهه اللي بقات لي بحال هكا تنشدها تنرجعها هنا. بحال هكا على هاد الشكل. وغادي نخليها ترتاح وندوز حتى نشكل هذوك الكرات كاملين اللي عندي ان شاء الله. وغادا نرجع معاكم غادي نعاود. ودابا من بعد ما كملت كاع العجينه اللي كانت عندي وترخفت ليا مزيان، ضروري خاصكم تخليوها حتى تطلق مزيان. دابا غادي ندوز ان شاء الله غادي نجمعوها من هنا على هذه الطريقه بحال هكا على هذا الشكل بحال هكا. نجمعوها مزيان وتشدوها بحال هكا وديروا لها هكا، ولكن ضروري خاصها ترخف مزيان.
ودابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نطيبهم. وضروري خاصكم تخليوها تترخف لا في المرحله الاولى ولا دابا، خاصكم ضروري تخليوهم حتى يترخفوا عاد فاش تقرصوهم باش ما تخرجش لكم هذيك الحشوه من العجينه. المهم غادي ندوز معكم ان شاء الله باش غادي نطيبهم. من بعد ما درت المقله حتى سخنات ليا مزيان، دابا غادي ندير فيها الزيت. ودابا غادي نحاول نقلبها الجهه الاخرى. كيف ما تشوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش تيجي، تيجي محمر. وطيبوه على عافيه شويه تكون مهيله باش يطيب لكم مزيان من الداخل. الا درتوا عليه العافيه، الا درتوا ليه عفوا، الا درتوا ليه العافيه مجهده، غادي غير يتشوط لكم من برا، يتحمر من برا، ومن الداخل غادي يبقى ما طيبش. وهذا هو الشكل النهائي ديال الملوي. نتمنى تجربوه ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. تيجي على هذا الشكل كيف ما تشوفوا معايا. تيجي واحد الملوي اللي مقرمل. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ولا جربتوها وعجباتكم خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. والى اللقاء، مع السلامه، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.